Salam alaikum, bonjour, bonsoir, Azouf Laouen. Donc, nous sommes de retour. Kikouna de Meshoui, le Wakta Hakta. Il y a des choses à dire, il y a tout. Je ne sais pas si le Wakta des vidéos. Voilà qu'il y a une tabac. القضايا الدولية القضايا الإقليمية المهم واش يخصنا حنايا الأشياء اللي راهي تصرا في البلاد دونك لا ستاغناسيون اي تو في كل المجالات مام سي نشوف هناك هكذا دي جون يقولك باللي افونسات بزاف الجزائر مي كي تسقسي واحد في الشارع هكذا يقول لك ما مازال فيها اشياء كثيره لازم تندار. وحقيقه وانا في الشارع شفت بيرسونالمون دونك مشيت في مناطق بزاف مازال هناك الاشياء اللي لازم نخدموها محليا، ما لازمش فقط نقولوا ولا نتباهاو بالاشياء اللي مليحه، لازم نهضروا على الاشياء اللي لازم تصلح ولا لازم تخدمها من الاساس. ولكن راني نتبع دي فيديو هكذا الاقليميه ولا العالميه، الناس اللي راهي دير مازال راهي دير مثلا هناك الناس هذوك الخونه تاع برايتو مازال الناس راهي تكريتيكي فيهم، هما خلاص عندهم كما نقولوا ليتيكيت هذه باينه باللي سيدي جون سي دي جون خاينين، واش تزيدلو نتايا؟ خلاص خليه ترونكيل يهدر يعاود لي مام فيديو. دونك الناس ما على باليش على راهي دير دائما كريتيك تكريتيكيهم، خلاص نحيهم سي فري مام انايا ندير لا مام بيتيش. دونك لو فات كو هاد لي طروازون هادو دونك شغل تروحك تريبوندي لهادوك الناس، دونك نحيت روحك من الاساس من باش تافونسي باش تافونسي، نحيت روحك من هذوك المشاريع اللي لازم تنخدم كيفاه تنخدم اعطي لي زيديت. دونك نشوف مثلا الناس ولاو لهذوك الناس اللي خرجوا من رشاد مثلا، اوكي هما كانوا داخل رشاد مثل خبابه مخيوبه هذاك خرج ومن بعد اليوم هو اللي راهي كريتيكي لي مومبر تاع رشيد. دونك على هنا حل هذا لابارونتيز هادو، لان شفتو دونك انا ما نشوفوش هذوك الناس يتو مي كي يجوز هكذا تشوف لا فيديو من بعد تروح لا فيديو واحده اخرى. هو مثلا اليوم شفتو طرطق قاع هذاك الموفمون تاعهم ما تبناش على اساس باش يخدموا البلاد تو، عندهم اون فيزيون. دوك اليوم كاع الناس اللي كانوا موراهم لا تركي من اسمو لانكلتير من فرنسا من لا سويس من ايتو خلاص هذوك عيانين ما يسحقوهمش. دوك اليوم راهم يجتمعوا كاع باش يروحوا يسوتنيو المغرب. حنايا المغرب درنا واحد المزيه كبيره، على اول مره عندنا هذا المشكل مع بلدان متعدده، واحد يضرب من السويس واحد من لونجلتير واحد يضرب من تركيا واحد من فرنسا واحد من اسبانيا. دونك هذوك البلدان عطاو لهم اللجوء، عطاو لهم دي كارت ايدونتيتي، عطاو لهم الاقامه، عطاو لهم دي باسبور، ولاو سيدي سيتوان تاع البلاد هذه. دونك انت يكون عندك مشكل مع ان سيتوان بريطاني، كان سيتوان ترك، كان سيتوان فرنسي يضرب باش يخرب لك بلادك الجزائر. بلادنا ما تدخلش كاع، الوزارات الخارجيه خلاتهم ايتو. حنايا في اليوتيوب اللي دائما نهضروا نقولوا هذا الانسان عنده باسبور اونجلي او يضرب في الجزائر. دونك الدوله الجزائريه نورمالمون تكون عندها مشكل مع الدوله هذيك اللي عطات له الاقامه، بيسك سيت ان سيتويان بريطاني كاي عايش تما ربي ولادك تما، خلاص علاه راك تضرب في بلادك الاوريجينال هذا. ولكن هذو كاع البلدان خلاوهم خلاص رموهم
المغرب جمعهم كاع اليوم، اي واحد في لي فيديو تاعو يسوتني المغرب، المغرب المغرب المغرب، سي بون شوز. علاه؟ دونك اليوم ما يكونش عندي بروبليم مع الاسبان ولا مع لونجلتير ومع لا تركي، رماوكم كاع، يكون عندي مشكل مع المغرب لان هي اللي جمعتهم كاع وزادت الماك، لي جون تاع الماك، زادت فرحه مهني. فرحه مهني كل ما يكون في اي بلاصه يروح يقول لك لي جويف والمغرب، لي جويف والمغرب. دونك قطع هذيك العلاقه مع المغرب، تزيد هادو لي زانغريديون هاد. دونك ماذا بينا المغرب يجمعوهم قبل يعطي لهم لي ناسيوناليتي، يعطيهم الريفوج، يروحوا باين وين يروحوا. دونك ما يكونش عندك مشكله مع لا غريس ولا مع الاسبان ولا مع لونجلتير، خلاص. مي لو بروبليم سكو الحركه هذه كي خلقوها، القانون الاساسي تاع رشاد اول مره قبل ما يبدلوا هذوك، والقانون الداخلي تاعهم كان عندهم عرب فرنسي المان انجلي، القانون الاساسي كاع مكتوبين باللي حركه لا تكون عندها اتجاه سياسي ولا يكون عندها اي كانوا يعني احاديه. ومن بعد اليوم مخيوبه هذا كيجي يقول لك هذا تنظيم كنت في تنظيم سياسي، عمره ما كان تنظيم سياسي، لان القانون الاول لسوء الحظ انا عندي البي دي اف هذاك وراح، هي جامي عندها ان ستاتو تاع حركه جزائريه وهي سياسيه جامي. ومن بعد تبدلت الاوضاع ولات تخدم في السياسه لم تكن يعني على مر السنين، لم تكن يعني دوبي 2007 حركه سياسيه. دونك هذا الانسان هذا كي خرج من الحركه هذه يقول كل ما يقول كلمه يقول لك هذا سر التنظيم هذا السياسي، من لا استطيع ان اقول هذه الاسرار، ممسي هذوك الاناس مره كانوا صحابو، ما يقدرش يخرج اليوم يقول لك لا داروا هكذا، داروا كريتيكي دي شوز سوبرفيسيال هكذا، ما يقدرش يقول لك فريمون هذوك الاناس راحوا بعيد، ما يقدرش. دونك واش يقول لك مثلا؟ يقول لك انا لو كان يوصل الوقت وين نبوح بالاسرار، انه ايه اليوم انت خرجت من هذاك النظام حركة، اسكو تو باري مثلا تروح مثلا تهضر لهذوك الناس اللي راح زيطوط وهذاك هارون ايتو، قدم شكاوي على ضد الجزائر كلش كذب، اسكو هذا الانسان هذا اللي باري يروح باش يصلحوا هذاك 30 سنة تاع الدمار اللي خدموه هذوك الناس. دونك هذوك الناس اللي خرجوا من رشاد وعندهم ان بوا داخل التنظيم هذا، اسكو ان سون باري يروحوا اليوم كاع لهذوك البلايص باسكو هذوك الاناس استفادوا من هذوك لي كومباني، من هذوك الاحزاب التنظيمات اللي خدموا معاهم ايتو، استفادوا بزاف على هذا، ولاو واحد الخطره ولاو باورفول يعني اقوياء، باسكو وين تروح تلقى الاذاعات تاعهم لي تيليفزيون تاعهم لي غوفرنمون يعاونوهم، كرامه منا هذه منا. اسكو هذا الانسان هذا كي خرج اليوم هو يعرف الاسرار؟ اسكو يقدر يروح مثلا لبريطانيا الاماي 6 يقول لهم هذا الدوسي تاعو عيان، كذب في كذب، خذا الريفوج، ولا هذوك الناس اللي خذاو في بوركينا فاسو ريفوج، ولا هذوك الناس اللي خذاو في نيوزيلندا ولا في فرنسا في سويسرا، اسكو هذو الناس اللي خرجوا من رشاد ممكن يروحوا باش يشهدوا يقول لك هذا كذب في كذب، عمرهم ما دخلوا للجيش، عمرهم ما كانوا تورتوري من الجيش، كلش كذب، باسكو لو دوماج ايتي في خلاص. دوك يهضر لك يخرج من الموفمون ومن بعد يقول لك ما نكريتيكيش لان انا كنت معاهم كانوا صحابي كانوا، نو، خرجت من الموفمون، عرفت الاسرار، بوح بالاسرار تاعك.
ومن بعد يقول لك مع اني اختلف مع الفيس بانه هو الحزب الوحيد اللي فاز بالزيلكسيون، وحنا نعرفوا باللي الفيس ما هو الا لان هناك منهاج باش نخرجوا من التسعينات، من 89 باش ندخلوا للتسعينات، اعطينا كاع للناس الاحزاب السياسيه باش يخرجوا. دونك ليدي هذه، الفكره هذه اللي كي كانوا كاع في الحزب الواحد، الشوشاره، الناس تخرج في تيزي وزو، الناس تخرج في العاصمه، الناس تخرج في هذه البلايسيتو، ما على بالناش لا كولور تاعهم. دونك المفكرين وش خمو؟ قال لهم رانا في الحزب الواحد، كل مره يخرج لك موفمون الناس من هذاك الحزب الواحد، يخرج لك موفمون ما تعرفش لا كولور تاعو. دونك كيما صارت في الحراك، صدموا كاع الناس، ومن بعد كل سمانه يخرج لك موفمون جروب هو اللي يروح للواجهه، ومن بعد تعرف من ثم لي زانفورماسيون تاع القناة تاع فرنسي تو، داروا دي دوكيومونتير على الشواذ، على الناس اللي خرجوا طريق، على الشياطين هذوك اللي عبدوا الشياطين، على والله كلش، على خرجوا من الحراك هذا، كانوا داخل الفيمينيزم، الإخوة، كلش. دونك صارت نفس القضية في 88 89 باش خرجنا للتسعينات، يقول لك هو الفيس نجح بليزيليكسيون، معترف بها دوليا. دونك تروح مثلا لي ريزولتا تشوف بلي 3 مليون دو فوتو على 32 مليون، و 3 مليون دو فوتو هذوك لا ماجوريتي. انا قلت لكم دائما دير دي فيديو قدم اللي راحوا اليوتيوب الاول مغلوق ايتو، واحد يكون عنده مرته، بنته، يماه، عنده 5 تاع ولادو، عنده بناتو ايتو، يروح يدي 7 ولا 8 تاع لي كارتي دونتيتي، هو مول اللحيه، واحد لا بيرسون يروح ينتخب على 15 واحد في العائله. دونك با ديموكراسي، ميم سي دخلنا في لا ديموكراسي، نستعملوا الديمقراطيه باش ندخلوا لي زيليكسيون الفيس، ومن بعد يروح يدي لاكارت، لان المشكله هي الدوله اللي سمحت لهذا البارتي ينشا بور دي ريزون، من بعد نوليو ليها. ومن بعد كي ينشا البارتي هذاك او يستعمل الديمقراطيه ولادمينستراسيون لا بيروكراسي باش يدخل يوضع الهيمنة تاعو، ومن بعد كي دخل الدولة لادمينستراسيون الإدارة سهلت الأمور، سهلت الأمور. كي صارت لي زيليكسيون البلدية حكموا البلديات، لأن استعملوا الإسلام باش يدخلوا، حكموا البلديات، ومن بعد القانون. أخويا بغيت أنت استمارة، بغيت أنت مثلا بروكراسيون باش تفوت على 50 واحد، روح ديها بيان سور، ومن بعد بوري ولا لي بيرو دو فوت. دونك اليوم الناس اللي يقول لك مثلا الحزب هذا الوحيد اللي فاز بالزيليكسيون اول مره ايتو، كي تحسب انت دير لي ستاتيستيك تقول بلي 3 مليون كي ريبريزونت لي 32 مليون، سي با بوسيبل، ما كاش هنا العداله. ومن بعد لي 3 مليون هذوك كاع الناس صدموا بلي كارتي دونتيتي تاع خواتاتهم تاع بناتهم تاع، باسكو لو فيمينيزم هذا ما يروحش يفوطيه كاع، ما يحسبوش كاع، خرج افيك لي ريزولتا اللي خرج منهم. انا نهضر لك ماتيماتيكمون. دونك خلي هذوك الناس اللي يقول بلي الحزب هذا الى اون ايديولوجي، كي راح يهضر لك بالكلاش، يهضر لك بلا فيولونس، سي فري، مي انا نهضر لك واقعيا. دونك انت رحت تفوتي
دوك ندير بتيت فيديو تكسر.